السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة جزيرة المعرفة. قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بالإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. يحكى أنه أصاب عروة بن الزبير ابن سيدة أسماء أخت السيدة عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم مرض يسمى بمرض داء الأكلة، وكان علاجه أن يتم قطع قدمه حتى لا ينتشر المرض في باقي أعضاء الجسد، ولهذا كان على عروة أن يشرب بعض الخمر ليغيب عن الوعي، وبالتالي لا يشعر بالألم الشديد بينما يتم بتر قدمه. فرد عروة بن الزبير: أيغيب قلبي ولساني عن ذكر الله؟ والله لا أستعين أبدا بمعصية الله على طاعته. فقالوا له أنهم سيأتون برجال تمسك به، فقال عروة: أنا أعينكم عن نفسي. فأجابوه في دهشة: لن تطيق. فقال عروة: اتركوني أصلي وانتظروا، فإذا وجدتموني لا أتحرك وقد سكنت جوارحي حتى أسجد، فإذا سجدت فافعلوا بي ما تشاءون، فما عدت في الدنيا. وبالفعل جاء الطبيب وانتظر حتى سجد عروة، فأتى بالمنشار وقام بقطع قدمه، فلم يتألم ولم يصرخ عروة، بل كان يقول: لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حتى أغمي عليه. وهو لم يصرخ صرخة واحدة ولم يطلق آه واحدة. فلما أفاق نظر إلى قدمه وقال: أقسم أني لم أمشي بك إلى حرام، ويعلم الله بذلك، ويعلم الله كم وقفت عليك قيام الليل لله عز وجل. فأسرع أحد الصحابة يقول: أبشر يا عروة، فقد سبقك أحد أعضائك إلى الجنة. فقال عروة: والله ما عزاني أحد بأفضل من هذا العزاء. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت الآية التي يقول فيها الله عز وجل: ألم يئن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم. بعد 4 سنوات من إسلامهم فعاتبهم الله عز وجل بهذه الآية بسبب قلة خشوعهم، فكان الرجال يعتابون بعضهم البعض قائلين: ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم يئن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فيسقط الرجل باكيا على عتاب الله عز وجل. هذا حال سلفنا، فكم منا يشعر الآن بعتاب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: اللهم اجعلني وذريتي مقيمين الصلاة واجعلنا من الخاشعين. وفي يوم سأل أحدهم حاتم الأصم: كيف تخشى في صلاتك؟ فأجاب حاتم الأصم أنه عندما يقوم فيكبر للصلاة يتخيل الكعبة أمامه والصراط تحت قدميه والجنة على يمينه والنار عن شماله وملك الموت من ورائه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل في صلاته ويظنها آخر صلاة له، فيكبر الله عز وجل بتعظيم ويقرأ بتذبر وخشوع ويسجد بخضوع لله عز وجل، ويجعل صلاته خوفا من الله ورجاء في رحمته، ثم يسلم ولا يدري هل قبلت صلاته أم لا. أما الآن كيف حال الآلاف منا وقد شغلتنا الدنيا ولهتنا عن تركيزنا وخشوعنا في الصلاة؟ اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة وتقبل صلاتنا وقيامنا يا رب العالمين. وكل من قال آمين. أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، فإن الدال على الخير كفاعله. ولا تنسوا دعم هذا المقطع بلايك
واشتراك في قناة لكي يصلكم كل جديد. في أمان الله وحفظه.